اخواني اليوم قررنا نجي نصور بهذا المكان الجميل مثل ما انتم شايفين، مكان حلو. قررت اخذ ادواتي، راح اوريكم الادوات بسيطة تكون نقدر ناخذها مثل ما كلمتكم سابقا، ادوات بسيطة نقدر ناخذها معنا ونشتغل فيها هواء طلق واماكن عامة في اي مكان. مثل ما انتم شايفين اليوم قررت اشوف مكان، وشفت هذا المكان الحلو ويكون تركيز فيه ايضا، يعني واحد يقدر ينسجم مع اللوحة والشغل. نشوف مكان حتى نقعد ونبلش نصور، ادور اشوف لي مكان مناسب ان شاء الله ونبسط نرجع. نبلش، شايفين بلشت اني بالصورة اني كنت مخططها ان شاء الله تكون واضحة، خططتها طبعا بالبرنامج بس راح ابلش فيها. ومثل ما انتم شايفين هذا المعاكس كلمتكم عليه، لصقت الورقة عليه بهاي الطريقة البسيطة مثل ما انتم شايفين، بس راح ابلش وانا راح ابلش بشكل راح تمطر، ولكن سوي كثر ما نقدر. الحمد لله في ناس جايين يشوفونا، سامعين؟ جايين يزورونا الظاهر، طبيعة حلوة ومكان حلو، فواحد يستغله يعني انسجام باللوحة وكذا. في ممتاز، نبلش الآن صحيح. مثل ما قلنا بعد ما خططنا الورقة حطيناها مثل ما شايفين طريقة بسيطة على المعاكس، لصقنا باللاصق الورقة. طبعا اللاصق الورقي ما يأثر، إذا سوينا أرقام راح تبين يعني معنا وين وين يا شباب. مرحبا، أجل الموضوع الظاهر صحابي صور صحيح. راح نبلش قلنا اعذرونا بالنسبة للتقصير إذا كان سواء في الصوت أو في الصورة، شوية لأن أصور وحدي فما حد يساعدني، فلهذا ألاقي صعوبة في التصوير، فإن شاء الله تكونوا يعني فاهمين الموضوع، فعلى قدر الإمكان يعني واحد يسوي اللي يقدر عليه، ولكن مو سيئة يعني الصورة يعني حاولت اللي أطلعها، إن شاء الله تكون واضحة مبينة معاكم. راح أبلش بعد ما خلصنا التخطيط وخلينا الورق على المعاكس، نبلش في التخطيط. ونقطة الارتكاز أو السنتر هي العين، اشوف الرقم من فوق المربع ومن الجنب يطلع لي المربع بالضبط اللي انا اريده اللي هي العين، وابلش في الرسم.
مثل ما شايفين أبلش كل مربع أنقله مربع مربع. أهم شيء التخطيط، التخطيط لازم يكون صحيح. وحتى إذا بالبداية يعني حتى إذا طلع معك غلط بالبداية يبين معك بالتخطيط، بس المهم بالنهاية لما تخلص تخطيط فينيشين لازم يكون مضبوط صحيح. هو هذا عملية المربعات والقياس، إن يعطيك القياسات الأساسية صحيحة. اعمل بس خطوط اولية وممكن اظلل تبين معي العين. اهم شيء يعني العين اساس اللوحة، فلازم تكون لا اقصى درجة ممكن تعملها صح، انك تحاول تضبطها، لان العين هي اللي راح تبين الوجه كامل. يعني اذا كان في غلط بالعين او الشبه ما راح يجي معك، ولكن كبداية ما فيها مشكلة. يعني تقدر انت حتى تتمرن تحاول بس تعمل القياسات صحيحة، هذا اهم شيء. مربع مربع امشي مع المربعات ومن فوق الارقام، وما راح تضيع يعني وما راح تخربط الموضوع سهل. هذا الموضوع انا تقريبا اكتشفت خطأ في مسافة يعني بين العين والعين، المفروض تكون عين يعني مسافة عين. انا شفت غلط، الظاهر صار عندي غلط، وهذا جيد انه طلع معي بالفيديو حتى انتو تشوفون ايش راح اسوي. يعني هي مثل ما وضحت لكم القياسات، حتى لو صار فيها خطأ من البداية تقدر تكتشفه، ما عندك مشكلة تقدر تعدل عليه. فأنا ايش راح اسوي بعد اكتشفت الغلط تقريبا من الأرقام والمربعات اللي عندي، نحاول الآن أصلح. تقريبا المربع اللي بديت فيه كان المربع مو صحيح، راح وانا يعني ما حبيت امسح هذا المقطع، بالعكس ممتاز ان واحد يشوف لما يغلط شو يسوي، حتى انتو تستفادون. يعني واحد بيقدر يعرف شو يسوي لما يغلط، ما فيها مشكلة. يعني كلنا نغلط، كلنا بالبداية ايضا نغلط. وانا زين يعني صار في الفيديو معي الخطأ هذا حتى تشوفون ايش راح اسوي. فاني تقريبا المفروض امسح، راح ادور على مساحة في الاماكن العامة. يعني العدة تكون بعيدة او شيء، مرات يعني وين يتواجد كل شيء حواليك مو مشكلة. مسحت، المفروض امسح، فمسحت
شغل الخطأ وأكمل أعدل عليه، أحط أشتغل من البداية في المربع الصحيح وأعدل عليه، فمو مشكلة. مثل ما قلنا البداية الخطأ بالبداية تقدر تعدل عليه، بس بالنهاية أنت راح تكتشف في خطأ ما راح يعجبك شغل وصعب التعديل، يعني ما راح تقدر تعدل عليه بديك السهولة خصة بالفحم. أما بالبداية شيء بسيط، عدلنا عليه وتمت المهمة بنجاح ولا أي صعوبة ولا أي مشكلة، يعني تم التعديل. يمكن قمت اسوي شوية فيديوهات طويلة، بس حتى الان كنت انزل الفيديوهات القصيرة، لكن بصراحة ما لقيت فيها فائدة ان الفيديو يبلش وبعدين يخلص، ويمكن اللي حاب يتعلم ما راح يستفيد من الشيء. لهذا سويت هالفيديوهات طويلة شوية كل التفاصيل، يعني حتى أكون ملم في كل التفاصيل، اللي يشوف الفيديو يستفاد فيه أو يستفاد منه. هذا كان يعني مبدأ الاستفادة، يعني اللي يحب يستفاد يتعلم، وأيضا متعة المشاهد اللي يحب يعني يشوف شيء جديد. كثير ناس ما عندهم فكرة على وفي ناس تحب تتعلم لكن لا ما عندهم موهبة، أيضا في هاي الطرق بسيطة واحد ممكن يستفاد يتعلم فيها. شايفين تتبع مربع مربع، اتبع الموضوع، شوف رقم المربع ومكانه. شوية ياخذ وقت وصعوبة، بالذات العين هي نقطة الارتكاز. نسوي العين الثانية، وهكذا.
كملنا تخطيط ورجعت البيت بسبب يعني الجو ما كان جيد مناسب، يعني هواء وكان في احتمالية انها تمطر. مهم مثل ما شايفين يعني، وبالنهاية يعني ما الأدوات بسيطة ونقدر نشتغل إذا كنا في البيت نشتغل في البيت، وإذا برا اشتغلنا وبلشنا نرجع نكمل في البيت ما في أي مشكلة. المهم ها نستكمل التخطيط مثل ما شايفين، الآن تقريبا خطط كامل كل وجه وبلشت بالتقليل. الآن أبلش بالتقليل وأحاول أبرز الملامح وأشوف أخذ القلم المناسب وأشتغل فيه للتضليل البسيط. أعتقد هذا كان من الويتش. بالنسبة للخطوط الخلفية المربعات إذا كانت واضحة أيضا ما في مشكلة، لأن بالشغل راح تروح يعني، وراح نسوي خلفية مثلا مناسبة والوجه اللي راح المناطق المضللة وراح نشتغل فيها أكيد راح تروح، وإذا كان في بقية شيء بسيط نقدر نمسحه مثل ما يعجبك تشتغل ما عندك مشكلة. شايفين مسكة القلم بأريحية حتى ما أعطي الدرجة المناسبة يعني، أيضا أضغط ضغط بالنسبة للحاجب راح يكون في اختلاف بين الحاجب وبين الجبهة أو مثلا تحت العين، فهو هذا الموضوع التدريج والقلم نفسه وتدريج اللون يعني حسب الضغط ايضا يكون يعطيك لون معين يعني او درجة معينة. شوفوا المسافة في القلم اللي ماخذ ماسكها في يدي حتى تعطيني ميلان درجة ميلان معينة حتى اني اقدر اتحكم في القلم يعطيني درجة مناسبة درجة لون مناسبة يعني اللي أنا أريدها. بلش اضلل مثل ما شايفين اترككم، ان شاء الله الان تكون الصورة اوضح شوية. بالبيت يعني الواحد يقدر يتحكم اكثر وفعلا يعني يكون المكان اكثر مناسب، بس انا يعني حبيت اوريكم ان واحد ممكن ما يضيع وقت يعني يعني حتى لو يكون موجود خارج ما عنده حجة يعني يقدر يشتغل برا ما عنده مشكلة. مثل هذا المعاكس يجيبه ويلصق عليه ورقة ياخذ معاها، ممكن يكون معاكس أصغر يحطه في الجنطة يعني يحمله وياه وأدوات بسيطة وخلاص يشتغل. هذا كان كل المبدأ، لكن الستاند بالبيت أيضا يقدر يرجع مثل ما أنا سويت اليوم يستكمل الشغل. أنا الآن أضلل مثل ما أنتوا شايفين أعطي ملامح التضليل يعطيك ملامح و
نعمل شيء يعني هو هذا قلم الرصاص يعني بسيط ما حد يعمل منه شيء يعني. فهذا إمكانياته يعني، ولكن إمكانياته حلوة وفيها مساحات كبيرة يعني، ممكن هاي الدرجات يعمل شغل حلو يظل في التنظيم في البعد في القياسات في الخلفيات. استخدم أي أدوات عندك تقدر تستخدمها. هذا الآن أسوي الخد وأعطي درجة معينة ومناسبة تأبرز الخد وأنتوا شايفين. أعطي درجة مناسبة مثل ما أنتوا شايفين. وأظلل مع الأسف يعني أنا ما استطعت بالتصوير استكمل تصوير كل اللوحة للنهاية يعني، مثل ما شايفين ما صراحة مثل ما وضحت إن عندي مشكلة بس بالتصوير بالفيديو، وكان ما في عندي مساحة بالتليفون حتى أكمل التصوير، فخليت لكم الصورة بالنهاية يعني تشوفوها الفينشنج يعني تشوفوا الفينشنج. بس يعني ما استطعت اني اكمل تصوير لهذا الحد. ان شاء الله الفيديوهات القادمة نشوف يعني فيديوهات كاملة، واحاول اني ما اطول يعني. انتوا اكتبوا لي يعني تعليقات اذا فيديو طويل فيديو قصير حتى اعرف. ونشكركم والسلام عليكم.